السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم. سنتطرق في حلقتنا اليوم إلى شرح مشاكل عدم ربط بطاقة الفيزا كارت مع بنك البيبال، سواء كانت البطاقة من نوع الفيزا أو بطاقة من نوع الماستر كارت. يجب أن تركز معي جيدا في هذا الفيديو والإصغاء جيدا إلى جميع النقاط التي سوف أذكرها، وهكذا كن على يقين بأنك سوف تصبح محترف في ربط بطاقات الفيزا كارد أو الماستر كارد مع بنك البيبال. عندما تقوم بربط بطاقة الفيزا كارد أو الماستر كارد مع بنك البيبال، تأتيك رسالة الخطأ كالتالي: سيقول لك بنك البيبال بأنه لا يستطيع ربط هذه البطاقة، أو يقول لك تعذر ربط هذه البطاقة، أو البطاقة غير صالحة للربط مع هذا الحساب في البيبال. في بعض الأحيان يقول لك أيضا اتصل ببنك المصدر لحل هذه المشكلة، والكثير من رسائل الخطأ. على العموم، هذه الرسائل تأتيك عندما تريد أن تقوم بربط بطاقة الفيزا أو الماستر كارد مع حساب البيبال. أول سبب لعدم ربط البطاقة مع حساب البيبال وهو الاختلاف في الاسم. يجب أن تتأكد من الاسم الموجود على بطاقة الفيزا أو بطاقة الماستر كارد، يجب أن يتطابق الاسم الموجود على البطاقة والحساب البنكي في البيبال. على سبيل المثال، إذا كان الاسم الخاص بك في بنك الفيزا ألف باء جيم وفي بنك البيبال ألف باء، هنا يحدث الخطأ. يجب أن يتطابق الاسم في الفيزا كارت والماستر كارت والبيبال، يجب أن لا يختلف الاسم. النقطة الثانية من أسباب عدم ربط بطاقة الماستر كارت أو الفيزا كارت في حساب البيبال، وهي تطابق العنوان. أي يجب أن يكون عنوان البريد الذي في البطاقة وفي البيبال عنوان واحد. هذا أيضا يعتبر سبب مهم لعدم قبول البطاقة في بنك البيبال. يجب أن تتأكد من تطابق العنوان، يجب أن يكون العنوان نفسه الذي في البطاقة هو في حساب البيبال. يمكنك الذهاب إلى المعلومات الخاصة بك في بنك البطاقة الذي تتعامل معه وتتأكد من العنوان الذي في بنك البطاقة، وأيضا يمكنك التأكد من العنوان الذي قمت بإدخاله في حساب البيبال. إذا وجدت أن العنوان لا يتطابق مع بنك البطاقة، قم بتغيير العنوان من إعدادات البيبال، ثم انتظر مدة 24 ساعة، بعدها قم بربط البطاقة من جديد. لأن بنك البيبال أو حساب البيبال، جميع التعاملات الخاصة به من إرسال واستقبال الأموال والتغيير في المعلومات الشخصية الخاصة بك تحتاج إلى وقت يقدر بأكثر من 24 ساعة لتفادي أي خطأ أو أي مشكلة في عدم ربط البطاقة. مشكلة أخرى من مشاكل عدم قبول البطاقة البنكية في حساب البيبال، وهو أنك قد قمت بربط هذه البطاقة في أكثر من حساب على البيبال. يجب أن تقوم بربط البطاقة في حساب واحد فقط. سبب آخر وهو عدم توفر رصيد كافي في بطاقة الفيزا أو بطاقة الماستر كارد، يجب أن تحتوي البطاقة على الأقل 3 دولار. سبب آخر أيضا وهو أنك تقوم بإدخال معلومات البطاقة البنكية بشكل خاطئ، إذا يجب عليك أن تقوم بإدخال أرقام البطاقة بشكل صحيح. إذا لاحظت أن كل هذه النقاط والأسباب التي ذكرناها في هذا الفيديو سليمة بالنسبة لك، الطريقة الوحيدة والأخيرة لحل هذه المشكلة وهو الاتصال بدعم البيبال. سأترك لكم رابط الاتصال بدعم البيبال أسفل هذا الفيديو. إذا واجهت أي مشكلة في عدم ربط بطاقتك في حساب البيبال، يمكنك أيضا ترك تعليق أسفل هذا الفيديو وسنقوم بالإجابة عليك إن شاء الله. يمكنك أيضا مشاهدة الفيديو لكيفية وطريقة ربط البطاقة البنكية مع حساب البيبال، ستجده أيضا في رابط أسفل هذا الفيديو. يفضل أن تكون المعلومات التي أدخلتها في حساب البيبال هي نفسها المعلومات الموجودة في بنك البطاقة. نقطة أخرى، إذا كانت كل النقاط التي ذكرناها سليمة بالنسبة لك ولم تنجح معك ربط البطاقة في حساب البيبال، يمكنك تجريب تغيير المتصفح الذي تستعمله. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستعمل متصفح الجوجل كروم، قم بتجربة ربط هذه البطاقة في حساب البيبال من متصفح الأوبرا أو متصفح الموزيلا أو متصفح آخر من المتصفحات الموجودة على الإنترنت.
حل آخر من الحلول، يمكنك أن تقوم بحذف حساب الباي بال وتنشئ حساب باي بال جديد بمعلومات صحيحة، وتكون هذه المعلومات هي نفسها المعلومات الموجودة في حسابك الخاص بالبطاقة. بالنسبة للمبتدئين ولكيفية التسجيل في بنك الباي بال، فالطريقة سهلة وبسيطة جدا. من موقع الباي بال يمكنك أن تقوم باختيار التسجيل، ثم يمكنك اختيار حساب شخصي أو حساب تجاري. الأغلبية تختار حساب شخصي للتعاملات الشخصية، أما بالنسبة للحساب التجاري فهو خاص بالتجار عبر الإنترنت والشركة. بعدها تقوم باختيار البلد، ثم تقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. بعدها تدخل الاسم، ثم الاسم العائلي، ثم تاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم العنوان والمدينة والرمز البريدي ورقم الهاتف وما إلى غير ذلك من المعلومات التي سوف تقوم بإدخالها في موقع الباي بال. المعلومات يجب أن تكون كلها صحيحة وحقيقية، ثم سيرسل لك رمز التأكيد عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم تقوم بتفعيل الحساب. بعدها تقوم بربط البطاقة. يمكنك مشاهدة كيفية ربط البطاقة في حساب الباي بال في رابط أسفل هذا الفيديو. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.